هذه المبادرة اللي دار السي محمد مزيانة الله يرحم ليه الوالدين، عطى للناس هذا الدار بعدا ما كناش كنلقاو فين كنصليو، والجوامع راه بعاد علينا. كاين واحد في العزيب على 3 كيلومتر، واحد اخر على 2 كيلومتر بحال هكاك، العيالات ما كيقدروش يمشيو يصليو التراويح. والحمد لله هذا السيد دار الخير في هاد الناس، كانوا كل الناس كيتكرفصوا شويه وسميتو، وكنشكر المحسنين، وكاين الافطار هنا، كاين كل شيء مزيان الحمد لله. ناقصنا غير الجامع، هذا الشيء اللي كاين. اولا كنباركوا العواشر المغاربه كاملين، كنباركوا سيدنا الاسره العلويه الشريفه، كنباركوا السيد العامل السلطه المحليه ديال اقليم زكان ككل، المجلس ككل. كنشكروا السي محمد مول الدار اللي وفر لنا الدار اللي كنصلوا فيها، ندوزوا فيها هذه الصلاه ديال العواشر ديال شهر رمضان المبارك. كان هذاك المسجد كنقضوا به الغرض، ولكن دابا لحد الساعه دابا راه السلطه المحليه والناس كاملين تعاونوا، والمجلس حتى هو من جهته تعاون، والمسجد راه الاخبار اللي توصلتنا بان المسجد راه اش يقول لي تبرمج، ونتمنى لهم الله تعالى التوفيق ان شاء الله. نطلبوا من المحسنين يتعاونوا، لانه كيتنظم هنا الافطار، وهذا شهر الغفران واللي عطى شي راه لله تعالى، وهذا الشيء ما يكاين. سيدي مزيانة تندعو على سيدنا ان شاء الله يشافي لنا الله، وتنطلبوا من المندوبيه تشوف هذه الحاله ديالنا حنايا، وتنشكروها وتنشكروا السلطه المحليه، وتنشكروا السيد اللي عطانا المحل ديالو وضحى معنا وصبر لنا، الله يكثر خيره الله يجازيه بخير. وحنا تنطلبوا من وزاره الاوقاف شوف لنا هذا الحل ديال هذا المسجد، راه عندنا تقريبا 2000 ديال السكان هنا وما عندهاش المسجد، وما تيصلوش لنا العيد، ما تيبغوش يخرجوا لنا الا ما كان المسجد. ودابا راه كاين واحد الوقت دابا واعره، كاين البرد وكاين كل شيء، العيالات ما غاديش يوصلوا لنا هنا التراوح ان شاء الله. المشاكل هذه ما عندناش المسجد، اول الاول ما عندناش المسجد، كنا نصلوا في واحد البلاصه هنايا، وقالت لنا السلطه ما يمكنش تصلوا فيها، ما كانش الجامع، وراه تنصلوا غير دابا غير بواحد الطريق تما في واحد الدار ديال واحد السيد عطاها لينا، الله يجازيه بخير.